وفي استمرار طبعا لتصريحاته المثيرة للجدل، وزير الخارجية الحالي في العراق إبراهيم الجعفري خرج بتصريح لقناة روداو بخصوص الدول المانحة التي ستقدم الدعم للمدن المدمرة بالعراق، وإذ به يأتي على ذكر المدن المدمرة ليذكر مدينة الموصل التي هي فعلا مدمرة، ويذكر مدينة أربيل التي هي تعتبر من أكثر المدن نظافة وتطور في العراق. فالمشاهد الكونفرنس كان كلش مهم وحظى بإجماع الموجودين، كلهم تحدثوا ضد الإرهاب، كلهم تحدثوا لصالح العراق، ما سمعت واحد من عندهم قال دعم العراق بدون كردستان. فليش عود يذكرون كردستان؟ المهم ما حد من عندهم استثنى البصرة أو الموصل أو كردستان، ما حد قال باستثناء، قال مساعدة العراق ودعم العراق، وهذا هو فوز للعراق بكل مدنه بكل اقاليمه بكل مكوناته. بحسب طبيعه المساعدات اللي راح تجي، احيانا تجي للمدن المدمره، مدن المدمره الموصل، مدن المدمره اربيل، مدن المدمره صلاح الدين، صح مو صح؟ سنجار، يعني حسب العنوان، لان دائما المتبرع هو الذي يحدد، بالاعم الاغلب هو الذي يحدد الجهه التي تنفق فيها مساعدته. بس على العموم عندما تكون مساعدات عامه ستوزع بشكل عادل على كل مكونات الشعب العراقي، ويكون مكون الكردي جزء اساسي من الشعب العراقي. طبعا الجزء الاخير من الكلام انه ستوزع على الشعب العراقي بشكل عادل لن يصدقه حتى المجنون، ولكن الجزء الخاص بموضوع اربيل، يعني يتساءل الكثيرون من يتابعون تصريحات الجعفري المستمره، هل هو غائب عن الوعي؟ هل هو لا يعلم ما الذي يدور من حوله في العراق في العالم؟ هل التصريحات التي تخرج منه تصريحات مكتوبة ومن الذي كتبها، أم هي يعني مصطنعة أو يعني استرسال بالحديث من عقله من داخله، وبالتالي هو يعكس طبعا التفكير الذي يمكن أن يشغل فكر إبراهيم الجعفري أو ما الذي يدور في خاطره بشكل مستمر؟